بتدوخنيش بقى. يا ماما خالتي على راسي من فوق، هبقى ازورها بعدين. لكن عزومات العيد دي بيبقى فيها قرايب درجه 7 وفي ناس انا ما اعرفهمش. اديك قلتها بعظمه لسانك، ما تعرفهمش. ما تعرفهمش ليه بقى؟ ما انت لازم تعرفهم. طب انا اصلا ايه اللي يخليني اقعد في عزومه فيها ناس ما اعرفهمش؟ بصي انا هسلم من على الباب وهرجع البيت اقضي العيد بطريقتي. انت هتقعد معايا لغايه الاخر يا معتز. انا مش هقعد يا ماما كده. عموما انا شايفه ان انت ولد ذكي، مش هيهون عليك يعني تقضي العيد لوحدك، ما معكش ولا مليم. ويمكن كده الراوتر يتكسر، وجايز والله اعلم الدش يبوظ، ويمكن جايز يعني ان انا اغسل بنطلونك والموبايل بتاعك جواه. خلاص انا هقعد، هقعد، بس هقعد بجسمي بس، لكن قلبي لا لا. وجع قلبك مش هتاكل ولا ايه؟ لا خليني بكرامتي كده. سلم يمينك. ازيك يا ميزه حبيبي؟ ازيك عمو طلعت يا حبيبي؟ لا مش فاكره. مش فاكر عمو طلعت؟ مش فاكر يا ماما. مش فاكره ازاي يعني؟ ايه اللي مش فاكره ازاي يا ماما؟ مش فاكره كده، مش فاكره يا ماما، مش فاكره بكل الطرق. طب حاول تفتكر. طب حاضر، هخش اعمل شويه تمارين يوجا واشرب كوبايه سبانخ عشان الذاكره، وهعصر مخي واجيب عمو طلعت. حاضر. في حد في الدنيا ينسى قرايبه بالشكل ده؟ في كده؟ هو لو مؤثر في حياتي يا ماما كنت افتكرت. اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا. ما شاء الله ما شاء الله. انت بقى بنت سميره ولا بنت كوثر؟ لا انت مش فاكراها بقى. مش فاكراها ازاي؟ قولي لي بالتفصيل، احكي لي ازاي انت مش فاكراها؟ لا لا لا، رايحه فين حضرتك؟ تعالي معلش هنفتكرك انت ومامتك وكوثر قولي لي بقى. استنى بس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي يا ميزو. اهلا. كبرت يا واد. كبرت كده امتى؟ لا هو مفيش ميعاد محدد الحقيقه، هو الموضوع حصل تدريجي كده مع السنين يعني. بسم الله ما شاء الله يا سوسو، كله بابا. ياه لا طب يعني غريبه، ما انا هبقى زي بابا ليه؟ ما ده حيالله بابا. الضب ضب ابوه، والحواجب والعين عين امه. ايه ده؟ انت كبرت اهو بقالك كرش يا دودو. ياخدش كمين، ياخدش كمين. الله يخليك يا طنطي، وكمان ما شاء الله كبرتي وبقيتي سكر. بقيت طبعا زريفة. طبعا. عسل خالص وكبرت. جميله جميله قوي قوي. اخيرا يا ميزو شفناك. اهلا. ايه ده؟ ما تزعلش عليا ليه كده خالص يا ولد؟ والله معلش مشاغل يا طنط. كوثر. طنط ثروت والله مشاغل. كوثر. طنط كوثر مشاغل والله. بعدين حكايه ان انا يعني اول مره اشوفك وما اعرفكيش دي اكيد سبب برضه. طب اسراء بنتي ما بتفسحهاش ليه معاك؟ ما هي اسراء بنتها دي تبقى بنت عمه خالد جوز سلفه ابوك. سلفه. انا شفتها برضه، حسيت ان السلف بيحن فعلا. وحش وقلبك قاسي زي امك، هي برضك مش بتسأل خالص. انت كمان يا اختي ما بتساليش، اللي عمري ما شفتك داخله عليا بعلبه كحك ساده في العيد الصغير حتى. يعني انت اللي في العيد الكبير دخلت علينا بالفخده الضاني؟ يعني انت يا طنط يعني اللي دخلت علينا بمفك ولا مفتاح انجليزي في عيد العمال ولا قنبلتين وشويه رصاص نقزقزهم في 6 اكتوبر؟ مش معقوله يا جماعه يعني. مش مهم، المهم اللي احنا دلوقتي مع بعض. ايوه يلا بقى نتصور. إيه؟ نتصور سيلف. يلا يا جماعه يلا كلكم نجيب حاجه كلها. تعالى هنا ناكل. يلا يا جماعه. لا لا تصوري معانا. يلا يلا. لحظات سمينة. مش هنفرح بقى يا ثريا ولا ايه؟ نفرح؟ لا طب بص بقى يا ماما حبيبتي، تروحي بقى تلعبي مع صاحباتك كده وتفرحي وتهيصي نص ساعة من غير شقاوة علشان نمشي في السريع. ابوس ايدك. يلا نفرح بقى. كان يوم جميل، اتبسطت يا حبيبي؟ جدا جدا يا ماما والله، بالذات فقرة الافلام دي كانت عسل عسل. بس طنطك مديحة دي ما بتعرفش تطبخ، اكلها مسخ كده وملوش طعم. لا هو البط كان مشعر شويه بس يعني. لا بس الست مكلفه برضه. بصراحه بقى جوزها هو اللي دمه يلطش. يا ساتر، بالذات لما اصر يرقص مكانينا وخلانا كلنا بالامر نلعب لعبه القطر دي، سخيف. معلش معلش، هو راجل طيب وغلبان. ولا البنت اسراء بنت كوثر اللي مامتها مصره تلزقها لي. دي البنت عندها عين اصغر من عين، ولا انا بيتهيألي؟ ايوه خدت بالك، عامله زي سيد عبد الكريم اللي هو كان في زينب السماح. ايوه يخرب عقلك صح.
ايوه والله خدت بالك يا ماما. برافو عليك. ايه بقى؟ هنقرا فاتحه امتى؟ في عيد الحب ولا في عيد شم النسيم؟ فاتحه؟ استنى يا ولا هتموت! يا معتز! يا معتز! طريق السلامة يا ماما، اتكل على الله. حقك عليا، معلش اركب. اركب يا حبيبي. ماما كل سنة وانت طيبة، مش راكب. يا ابني الدنيا عيد والمتحرشين مطلوعين في البلد، أنا خايفة بس يتحرشوا بينا. والله يا ماما ما أنا راكب. والله العظيم إن مركبت دلوقتي يا معتز وروحت معايا ما هاخدك أبدا عزومة عند قرايبنا بعد كده. يعني لو مركبتش دلوقتي مفيش عزومات تاني؟ مفيش. حلو. تاكس. يا معتز يا معتز تعالى هنا. يا خبر، هعمل لنا بقى دلوقتي في المتحرش.